طيب في كام مفهوم كده هيأثروا معانا في الشغل، فلازم ابقى متأكد انكم فاهمين الفرق ما بينهم. عارفين ايه اللينير الانجلر فيلوسيتي، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ وده السيمبل بتاعه، واليونت بتاعته متر بير سكند. الانجلر فيلوسيتي هي اوميجا اللي هي اليونت بتاعتها راديان بير سكند. خليك فاكر ان اليونت الاس اي يونت دايما بتكون راديان بير سكند. تمام، حلو قوي. ايه العلاقه ما بين الاثنين من باب العلم بالشيء؟ الفي بتساوي اوميجا في ار. المفروض الكلام ده في ستاتيك داينامكس، بس بحاول ايه افكركم كل الكلام ده. ايه الفرق ما بين اللينير والانجلر اكسلريشن؟ ده اليونت بتاعته او شكل السيمبل بتاعه اريا، وده بيبقى الاي، عفوا الاي، واليونت بتاعته متر سكند سكوير، وده الفا عباره عن راد بير سكند سكوير. حلو قوي. ليه؟ عشان الالفا بتساوي دي اوميجا باي دي تي، يعني تعمل ديفرنشيشن للاوميجا بالنسبه للتايم. عشان كده بقت بدل ما ريدين بير سكند بقت ريدين بير سكند سكوير، زي ما الاي بتساوي دي في باي دي تي. طبعا كلام فارغ والناس فاهماه، بس يعني ايه، ونذكر فان الذكرى تنفع ايه المؤمنين. طيب ايه تاني عايز اكلمكم عليه؟ الباور بتساوي تورك في اوميجا. طبعا ايه، احنا عمالين نشتغل على التورك وعمالين نشتغل على الاوميجا، طبعا الكلام ده بيرتبط في الاخر بالاوميجا بالباور. طيب يعني ايه، ممكن مثلا يعني مساله من المسائل تلاقيه هو كان عامل لك اي شكل كان، وال طبعا التي هنا دي التي مين، اوكي. طيب فانت مثلا عايز تحسب الباور، بتضرب التي مين اللي عندك في الاوميجا مين، المين اللي هو الاوميجا افريج. فانت لو عندك ايا كان الشكل بتجيب التي مين بتضربها في الاوميجا افريج فتجيب الباور. فهو في المساله بتاعتك هي نفس المساله، طلب منك الباور ما عملش فيك حاجه، يعني هو انت هتجيب التي مين تضربه في الاوميجا. مفهوم؟ طيب ايه علاقه التورك بالاي بالالفا؟ دي مهمه، دي جدا جدا جدا. التورك بالاي بالالفا، تعالوا نعمل لها الاول يونت بالانس. التورك عباره عن ايه؟ اليونت بتاعته، التورك اليونت بتاعته ايه؟ والاي عباره عن اليونت بتاعته ايه؟ كيلوجرام متر سكوير، عشان هو كان الاريا في الكون بتاعه اي بتساوي ام ار سكوير، كيلوجرام متر سكوير. والالفا قلنا عباره عن ايه؟ كيلوجرام متر سكوير راد بير سكند سكوير. طيب هل الاثنين دول واحد؟ الاثنين واحد. عرفت منين؟ اولا الراد ده مش يونت، ما بيعتبرش يونت، ده بيعتبر ايه، حاجه دورانيه زي الديجري. هو الديجري ده يونت؟ لا، بس احنا بنقول ده 30 درجه 50 درجه 60 درجه. امال احنا ليه بنقول راديان بير سكند؟ عشان اوضح هو لف كام درجه. اوكي، بس هو في الحقيقه اليونت هو الثلاثه، الكيلوجرام والمتر بير سكند والسكند، هما دول اساس الاس اي يونت. لما بجمعهم مع بعض، يعني مثلا كيلوجرام متر بير سكند سكوير، ده اللي احنا اطلقنا عليه بعد كده ايه، نيوتن. بصوا كيلوجرام متر من غير السكوير بير سكند سكوير، ده اللي عباره عن مين، نيوتن، مضروبه في المتر الثاني اهو. انا ايه اللي عملته لكم ده؟ بس انا عملت لكم يونت بالانس، عشان لما اقول لك التورك بيساوي اي الفا محدش يقول لي جبت الكلام ده منين. فالتورك اللي عندك بيساوي الانرشيا مضروبه في الالفا. واضح يا باشمهندسين؟ طيب انا بقى هبتدي اقول لك بقى حاجات. يعني مثلا انا محتاج في السيستم اللي عندي عايز احسب الالفا ماكسيمم او الالفا مينيمم، اعمل ايه؟ هقول ان تي ماكسيمم ناقص التي مين اللي هي المتوسط، يعني ما بين الماكسيمم والمتوسط، بتساوي الاي الفا. الاي كي كده الالفا مش هتختلف، فدي هتبقى الالفا مين، الماكسيمم. يعني ايه؟ يعني انا جه في المساله بتاعتي قال لك احسب لي الماكسيمم انجلر اكسلريشن. طب الماكسيمم انجلر اكسلريشن ايه؟ يعني عايز الالفا ماكسيمم. طب دي جايبها منين؟ ما هي تي بتساوي اي الفا. طب فين التورك المين اللي هو المتوسط اللي هو دايما كنا بنشوفه بعرض المساله؟ فين التورك ماكسيمم؟ شوف اعلى تورك عندك في المساله فين، نقص الاثنين دول مع بعض وانت معاك الاي، يبقى جبت الالفا ماكسيمم. وكذلك لو هو عايز العكس، مثلا هو عايز الالفا مينيمم، يبقى هحط التي مين مينيمم ناقص التي مين بيساوي مين، اي الفا مين مينيمم. فانا لو عايز احسب الالفا ماكسيمم او الالفا مينيمم هحسبهم من هنا. وصل؟ ايه اللي بقوله لكم ده؟ يعني هتبقى نفس الكور بتاع المساله هو هو، بس بيزيد حاجات وتقل حاجات، خطوات كده بتزيد وتقل بس، عشان تبقى واضحه لكم الدنيا. مفهوم يا شمسين؟ طيب دي افكار. ايه افكار ثانيه؟ الكاينتيك انرجي. ممكن يقول لك احسب لي الكاينتيك انرجي او الانرجي. ده هو عايز الانرجي دلوقتي، صح؟
طب انتوا عارفين الكيناتيك انرجي طول عمرها هاف ام في سكوير، ده قانون انتوا اصلا ايه عارفينه. طب بالنسبه للاجسام الدورانيه دي بتبقى عامله ازاي؟ اهي نفس الفكره، لو بالاوميجا وبالاي هتساوي هاف، بس بدل الماس هتبقى الانرجي وبدل البي بتبقى الاوميجا. الاي بتساوي هاف اي اوميجا سكوير. اوكي طيب، هو قال لك انا عايز الاي ماكسيمم. لو هو عايز الاي ماكسيمم مثلا، فحط انهي اوميجا هنا؟ اوميجا ماكسيمم. طب ايه اوميجا ماكسيمم دي يا باشمهندس؟ عايز اوميجا 1. اوميجا 1 هي الاوميجا ماكسيمم، والاوميجا 2 هي الاوميجا مينيمم. فلو طلب الانرجي ماكسيمم فهي هاف اي اوميجا ماكسيمم سكوير. لو هو طلب الاي مينيمم يبقى هي اي مينيمم هي عباره عن هاف اي اوميجا مينيمم سكوير اللي هي اوميجا 2. تمام، كل دي نفس الافكار. طيب عايز الصفحه اللي بعدها. طيب افكار اخرى ممكن يجي يقول لي مثلا دلوقتي انا عارف ان السيستم سرعته كذا، ومثلا مديك الالفا او مش مديها لك على حسب. انتوا عرفتوا الالفا بجيبها منين؟ تي بتساوي اي الفا، خلاص زي اللي فات. بصوا تي بتساوي اي الفا مثلا، هو مش مديها لك بس نفترض هو مديها لك. فهو مديك الاوميجا ومديك الالفا، هو مديك الاوميجا ومديك الالفا. قال لك لو سمحت احسب لي السرعه بتاعه الجسم بعد 10 ثواني. بما ان مديك الاوميجا السرعه هنا، عايز السرعه الدورانيه، احسب لي الاوميجا بتاعت الجسم بعد 10 ثواني. فهتقول له ايه؟ مفيش حاجه، انا فاهم كويس. الاوميجا 2 هتساوي الاوميجا 1 زائد الفا تي. جبت منين الكون ده؟ ما هو اصلا كان ليه سرعه، هزود عليه السرعه الجديده. طب مين اللي قال الفا دي سرعه؟ مش احنا قلنا الالفا عباره عن تفاضل الاوميجا باي التايم، لما اضرب في التايم برجع بتاع الاوميجا. هتشوف حاجات شبه كده في الورق، بس انا بديكوا ايه، بحاول اجمع لكم كل الافكار اللي ممكن تشوفوها دلوقتي. طيب ممكن يقول لك ايه؟ لا ده هيستارت من حاله ثبات. لو بيستارت من حاله ثبات يبقى ده بكام؟ بزيرو. يبقى انت فاضل تبقى عارف الالفا وبعد كام ثانيه، يعني معدل التسارع بتاعتك السرعه عندك كام، العجله بكام، الانجلر اكسلريشن بكام، ومن هنا تقدر تحسب الاوميجا 2. ايه ايه دي شويه حاجات ممكن تجي لكم. فكره كمان ممكن يديكوا، بدل ما يديكوا الرسمه نفسها يديك ال يبقى مديها لك بارابولا ومديها لك اريا، ممكن يعمل حاجه ثانيه، يكون مديها لك كايكويشن. حد يعرف يقول لي ليه انتجريشن وليه ايكويشن وليه انتجريشن؟ كوزاين 2 سيتا. لما نعملها انتجريشن بالنسبه لسيتا، 2000 بالنسبه لسيتا لما عملها انتجريشن يعني كانت كام؟ يعني 2000 سيتا. 9500 ساين 2 سيتا، الساين يعني كان كوزاين. صح؟ فاكرين؟ بس هو بيضحك، فاكرين؟ الساين لما بعمله انتجريشن، لما بعمله عفوا، الساين لما بعمله ديفرنشيشن بيبقى كوزاين. اهو بصوا الساين لما بعمل له ديفرنشيشن بيبقى كوزاين، صح؟ الكوزاين لما بعمل له ديفرنشيشن بيبقى نيجاتيف ساين، على ما اتذكر ولا انا غلطان؟ انا بقى ماشي العكس، انا بعمل ايه؟ انتجريشن. طب انا عندي ساين كانت بوزيتيف، لما اعمل لها انتجريشن تبقى ايه؟ نيجاتيف. وطبعا انتوا فاكرين كان لو في هنا اثنين بالاثنين دي بتطلع بره، ساين 2 سيتا يعني 2 كوزاين 2 سيتا. مش محتاج افكركم بالحاجات دي. 9500 على 2 كوزاين 2 سيتا ناقص 5700. كوزاين دي لما ارجعها لاصلها تبقى ساين، بس هقسم على 2، 5700 على 2 ساين 2 سيتا. بس خلاص كده، كل اللي مطلوب مني اخد الايكويشن دي اعوض بيها مرتين، مره ب 2 باي ونقص منها لما اعوض كلها بكام؟ زيرو. اعمل كل الحسابات دي هتطلع لك الاجابه ب 4000 باي. تمام؟ ده عشان هو اداك الموضوع كايكويشن، الكلام ده مكتوب عندكم على ما اتذكر حتى في الورق بتاع الدكتور، فانا بشرحه لكم تقصيرا عليكم. اوكي، عشان بس دول تبقى كل الافكار وحصلت لوحدها وما تخش الافكار في بعضها. احنا اتكلمنا على التورك والاي الفا، واتكلمنا على الفا ماكسيمم والانرجي ماكسيمم. حلو قوي. مثلا هو جه في المساله ذات نفسها ما ادانيش الاوميجا 1 وما ادانيش
الأوميجا 2، بس كان في المسألة كان مديني الأوميجا افريج، أو اسمعوا دي بربط لكم قصة، أو كان مديك الباور، كان مديك مين؟ الباور، وأنت التي مين جبته من على الرسمة، فلما أنت معاك الباور والتي مين يبقى جبت مين؟ أوميجا افريج، فاهمين؟ أنا بس بربط لكم القصص كلها ببعضها، هي دي الأفكار اللي ممكن تقعد إيه نجمع ما بينها يعني. والدلتا إيه طبعًا أنت هتجيبها من فين؟ من على الرسمة أيًا كان شكلها. حلو قوي. طب انا بقى اجيب ازاي اوميجا 1 واوميجا 2؟ حد يقدر يقول لي؟ دلتا اي بتساوي اي اوميجا سكوير سي اس، مش انا جبت الدلتا اي صح؟ مثلا الاي فاضل لي الاوميجا والسي اس. طب الاوميجا دي عباره عن ايه؟ اوميجا عباره عن اوميجا 1 زائد اوميجا 2 على 2 صح؟ والسي اس عباره عن ايه؟ السي اس بتساوي اوميجا 1 ناقص اوميجا 2 على اوميجا افريج. فانا اصلا في المساله كان معايا الاوميجا افريج، يبقى انا معايا الاوميجا افريج، يبقى جبت مين؟ السي اس صح؟ وانا اصلا معايا الاوميجا افريج، يبقى انا معايا كده، يبقى دي المعادله الاولى ودي المعادله مين؟ الثانيه، معادلتين في مجهولين، جبت الاوميجا 1 وجبت الاوميجا 2. طيب ايه كمان؟ طيب دي برضو ايه؟ انتوا فاكرين في المساله كانت الاريا بالمليمتر، لما جبنا الدلتا انرجي طلعت بالمليمتر، فاكرين؟ عملنا سكيل، وبفكركم ان لازم كل حاجه ترجع بالريديان مش بالديجري. تمام؟ طيب المره دي بقى جينا لقينا رسمه شكلها مختلف خالص. لقيتها تورك مع تايم، وعادي بقى بارابولا ومديني بلس وماينس وكل الكلام ده. ايه اللي اختلف؟ هغششكم. ساين ثيتا هي عباره عن ساين اوميجا تي. ساين ثيتا هي ساين اوميجا تي. ها هعمل ايه؟ من هنا اقدر استنتج ايه؟ ان سيتا بتساوي مين؟ اوميجا تي. حد يقدر يقول لي بقى هيحصل ايه؟ ايه اللي اختلف؟ هروح احسب الدلتا ايه عادي، فاكرين الدلتا ايه كنت بذاكرها ازاي؟ كنت اسمي النقطه دي اسمها ايه؟ والنقطه دي اسمها بي، والنقطه دي اسمها سي، والنقطه دي اسمها اي دي اسف، والنقطه دي اسمها اف، وما بحبش استخدم حرف الاي عشان ما يلخبطش الناس. جي وبعدين مين؟ اتش. اجيب الانرجي عند A و B و C و D و F و G و H واجيب الماكسيموم والمينيموم، فمن هنا اجيب مين؟ الدلتا اي. متفقين معايا؟ بعد الخطوه دي كنت بروح اعمل السكيل صح؟ عشان ما ينفعش الدلتا اي تبقى بالمليمتر. نفس الفكره، انا هنا عندي الرسمه بالايه؟ بالتايم، وانا ما ينفعش تبقى بالتايم، المفروض تبقى بالمين؟ كرانك افورت دايجرام، المفروض تبقى بالمين؟ بالريديان يعني بالثيتا. يبقى كل اللي مطلوب مني فقط ان انا اضرب في الاوميجا. ما هي اصلا انا لما جبت الاريا دي جبتها بيزد على الرسمه دي، والرسمه دي اصلا كانت معموله بيزد على رسمه بالتايم، فانا عشان ارجعها لاصلها كل اللي مطلوب مني اضربها في مين؟ في الاوميجا. كاني رجعت السكيل لاصله عشان تطلع في الاخر ايه؟ نيوتن متر سكند. طيب هو جاي منكم في مساله مثلا طلب النمبر اوف اوبريشن، هتلف كام مره يعني؟ كام سايكل؟ نمبر اوف سايكلز اوف اوبريشنز، هيتكرر كام مره؟ طب دي اجيبها منين؟ هيكون مثلا مديك الباور ومديك الاوميجا، فانت جبت من هنا مين؟ اكيد التيمين. متفقين؟ بتعملوا ايه؟ تكتبوا الاتي، عايز لون تاني، اللون ده مش واضح. نكتب التيمين اللي احنا عارفينه في السيتا سي، هيساوي الاريا الاولانيه اللي بتاعت الجسم اللي على الشمال زائد الاريا بتاعت الجسم الثاني زائد الجسم الاريا بتاعت الجسم الثالث زائد الاريا بتاعت الجسم الرابع. يبقى انا جبت من هنا السيتا دي. انا لو خدت السيتا دي، لو قلت number of cycles of operations قسمت 60 على سيتا سي، يبقى انا جبتها كقانون يعني. ايه الفكره بس؟ كانه لف كام لفه، فعشان كده عشان احولها بالدقايق عشان كده قسمت 60 على سيتا سي. تقلي كده بس كده، محتاج افتح شيت بقى قدامكم واقعد افرجكم بقى الافكار اللي جوه. وبعدين هنا كان في بيشرح الفكره بتاعت البارابولا ازاي بتحسبه وتزوده وتنقصه وتزوده وتنقصه وتزوده وتنقصه. ايه تاني؟ هنا بيقول لك ان دي ماكسيمم ناقص المينيمم، وهنا بيوريك شكل الفلاي ويل اللي هو كنت بفكركم شبه الجنوط شويه لو تفتكروا، وكنا شفنا شكل حاجات شبه كده في المحاضره.
وقلت لكم ان هو اصلا انا بحاول اصلا في الحقيقه بحاول اعمل حساب له الانرشيا، ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني احسب له الماس والراديوس والويدث والثيكنس، ان انا اجيب له الجيومتري بتاعته اللي انا شرحناها لكم في الفيديو اللي موجود اونلاين. هنا كان في مساله هقولها لكم برده من باب العلم بشيء. هنا مديك الراديوس والجيريشن ده اللي هو ممكن نسميه الار، وهنا مديك الماس ومديك التورك بتاع ستيم انجن، مديك التورك هو مديك كذا وكذا وكذا. هو كان عايز ايه بقى في المساله؟ عايز الانجل اكسلريشن، عايز الالفا. فاكرين بقى الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده؟ طيب ما دام انا معايا اي، قصدي معايا الام ومعايا الار سكوير، يبقى انا جبت مين؟ الاي. والتي بتساوي مين؟ اي الفا. وانا معايا تي ومعايا الاي، يبقى جبت مين؟ الالفا. اللي هو اللي انا شرحته لكم من شويه هتبنوا عليه اي مساله خلاص. انا كنت بجمع لكم كل الافكار بحيث اي حاجه تشوفوها بعد كده تبقوا ايه؟ مرتاحين. تاني حاجه كان عايز الكاينتيك انرجي بعد 10 ثواني. فاحنا عايزين نحسب الاوميجا بعد 10 ثواني. بيقول لك فروم ذا ستارت. فروم ذا ايه؟ فروم ذا ستارت. يعني اوميجا 2 هتساوي، اسف، اوميجا 2 هتساوي اوميجا 1 زائد الفا تي. طبعا كل حاجات هتحتاجها تحلوها بايديكم، بس انا ايه بقى باثر عليكم انتوا بتذاكروا. الاوميجا 1 قال لك فروم ذا ستارت، يبقى اوميجا 1 بكام؟ بزيرو. الالفا انا جبتها من شويه، مش انا جبت الالفا من عن طريق التي بتساوي اي الفا؟ تمام، بعد 10 ثواني يبقى جبت مين؟ الاوميجا 2. طب هو عايز الكاينتيك انرجي. كاينتيك انرجي يعني ايه؟ يعني هاف اي اوميجا سكوير. انهي اوميجا؟ هو قال بعد 10 ثواني، يبقى الاوميجا الجديده اللي انا جبتها. واضح؟ خلاص كده شرحنا مساله رقم ايه؟ 1. مسألة رقم 2 كانت بتطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل، وكان عايزك تجيب الكوفيشنت اوف فلكتويشن يعني سي اس. ما دام هو عايز سي اس يعني لازم تجيب اوميجا 1 واوميجا 2. هو كان مديهم لك ولا مش مديهم لك؟ لا بس هو كان مديك اوميجا افريج. فهتعمل الاتي، طبعا انتوا فاهمين بدايه الفكره هتبقى عامله ازاي، بس بعد ما تجيب الدلتا اي، دلتا اي هتساوي اي اوميجا سكوير سي اس. هيكون معاك الدلتا اي وهو مديك الاوميجا سكوير فاضل السي اس. طب الاي دي جايبها منين؟ برضه عمل نفس الحاجه، الاي بتساوي ام ار سكوير. مديك كان في المساله الماس ب 36 كيلو، ومديك الريديوس اوف جيريشن 150 ملم سكوير، هتحول له عشان يبقى متر، يبقى انت جبت الاي، يبقى تجيب السي اس. اوكي؟ انا بس بوريكم ان ايه، خلاص انتوا الخميره اللي معاكم تحل معاكم اي ايه؟ مساله. تعال نشوف ايه تاني مساله، محتاج انا اشيل ده الاول. المساله الثالثه دي شفتوها قبل كده، بتاع الترابيزود اللي احنا حليناها بالارقام بكل حاجه، تمام؟ وهنا كان بيعمل السيميلاريتي الجزء ده، هو بس بيعمل السيميلاريتي، انا اسف، الجزء ده هو بيعمل، كان فكره السيميلاريتي عشان بس تبقوا واخدين بالكم. ماشي نكمل. ثلاث مسائل شيت عباره عن ايه؟ ثلاث مسائل. طيب نبص على المساله الاولى كده. بص قال لك عندك تيرنال مومنت دياجرام فور مالتي سيلندر هاز بين درون تو سكيل اوف 1 ملم 60 نيوتن 600 نيوتن متر واحد كذا. اهو حد متوقع ده اسمه ايه؟ ده اسمه تي ثيتا. السكيل هنا كان 1 ملم بيساوي 3 ديجري. عرفت منين؟ اهي. بعدين قال لي هنا السكيل 1 ملم بيساوي كام؟ 600 نيوتن متر. زي المساله اللي حليناها ايه؟ قال لك ذا انترسبتد ارياز اون وان اند ار از فولوز. هو عامل كده، طلع 52 ناقص 124 زائد 92 ناقص 140 زائد 85 ناقص 72 زائد 107. تقعد تسمي النقطه دي اسمها ايه؟ النقطه دي اسمها بي، النقطه دي سي، النقطه دي دي، النقطه دي اف، النقطه دي جي، النقطه دي اتش، النقطه دي ايه؟ اي. تقعد تحسب. فاكرين الحاجات دي كنا بنعملها؟ جميل. If the total speed of fluctuation is not to exceed plus or minus 1.5%، يعني سي اس بكام؟ 3% يعني 0.03. وهنا مديك مين؟ الاوميجا. الاوميجا دي بالايه؟ بالار بي ام. 600 ار بي ام ينفع اشتغل بيها ار بي ام؟ لا، لازم تبقى ريني بالسكند. هضرب في 2 باي على 60. فايند ذا نيسيسري ماس، عايز الماس. يعني الاي بتساوي ام ار سكوير. هو مديك الريديوس، فاضل تجيب الاي. هجيب الاي دي ازاي؟ لما اقول دلتا اي بتساوي اي اوميجا سكوير سي اس، معايا سي اس ومعايا الاوميجا والدلتا اي هجيبها من على الرسمه، جبت الاي حطيتها هنا، جبت مين؟ الماس.
في افكار جديده، افتكر كده مساله اولى ما فيهاش اي فكره جديده خالص، هروح على الثالثه الاول وارجع على الثانيه. المساله الثالثه شبه حاجه كنا شغالين فيها، فاكرين المثلثات والمربعات وكل الكلام ده؟ حلو، هي نفس الفكره بالظبط. ايه الفرق؟ تعالوا كده بسرعه عشان ايه هتبقوا نربط لكم الدنيا ببعضها. انوتيت ماشي. قال لك تور دايجرام اوف سنجل سلندر، يعني شغالين على سلندر واحد، عشان كده كان شكل الاشكال ايه هندسيه واضحه، مثلثات ومربعات، لما بنجمعهم في بعض كان بيظهر بشكل بارابولا زي ما الدكتور كان وضح لكم امبارح. طيب تو ستروك انجن ماشي از ابروكسيميتد باي ترانجل تقريبا از شون ذا فولوينج فيجر، يعني هو حتى رسمه لك. يعني في مسائل لو هو الدكتور يعني هيشد عليك هيقول لك هو كان بزيرو وزاد عند باي ل 2 باي ب 1500 وبعدين نزل عند 3 باي لزيرو، يعني ممكن يكتبها لك او ممكن يرسمها لك، بس هو كتر خيره هنا ايه اصلا رسمها لك، هو مش صعب عليك حاجه. الانجن سبيد ب 3000 ار بي ام، دي الاوميجا طبعا بس ما ينفعش استخدمها بالشكل ده. ديترماين المومنت اوف انرشيا، يعني عايز الانرشيا الاي اوف ذا فلاي ويل such that التوتال سبيد اوف ذا فاريشن از 6%، دي مين طبعا؟ السي اس، هو عايز مين؟ الاي. طبعا دلتا اي بتساوي اي اوميجا سكوير سي اس، متفقين؟ هو معايا الاوميجا ومعايا السي اس وعايز الاي، يبقى انا لازم اجيب مين؟ دلتا اي. الدلتا اي دي عشان اجيبها الدلتا اي يا هحسب الانبوت يا احسب الاوتبوت، فاكرين؟ يا اما بحسب الاريا بتاعت الانبوت يا اما بحسب الاريا بتاعت الاوتبوت. طب فين الانبوت وفين الاوتبوت؟ اه ما انا مش عارف فين التي افريج بتاعت السيستم. التي افريج بتاعت السيستم هتبقى somewhere there، صح؟ هسميها دي مثلا التي افريج او تي مين او تي اي حاجه. طب التي افريج دي على ارتفاع كام؟ اكيد اعلى من الزيرو واكيد اقل من ال1000. انا عملتها عمياني عند ال 500، هل ده صح ولا غلط؟ ما اظنش انه صح، ما اظنش انه صح، انا عملتها كده عمياني، بس لازم اروح احسبها الاول. طب احسبها ازاي بقى؟ نجيب كده اهو، هقول الاريا بتاعت المثلث هي بتساوي الاريا بتاعت المستطيل، يعني هاف البيز اللي هي 180، واخدين بالكم 180 ده بالايه؟ بالديجري، وانا المفروض اشتغل بمين؟ بالراديان، مش بس بيبقوا فاكرين الكلام ده، هاف 180 في الارتفاع اللي هو 1000 هيساوي تي افريج اللي انا ما اعرفهاش في 360، 360 من 180 بقى فاضل 2، 1000 على 2 بقت 500، تي افريج هتطلع ب 250 نيوتن متر، يبقى انا المكان اللي كنت حاطه مش مظبوط. انا ممكن لو عايز اعملها بقى صح امسحها الاول، انا مسحتها كلها. طيب خير، اي اوميجا سكوير سي اس معايا السي ومعايا كذا، بفضل اجيب الدلتا اي. عايز حسبت دلوقتي التي افريج في ال 360 بيساوي هاف البيز اللي هو 180 في الهايت اللي هو 1000، طلع من هنا تي افريج ب 250 نيوتن متر. انا جيت عند 250 مثلا هنا عملت ده، كده هيبقى شكل تي افريج عشان ابقى راسم الرسمه تقريبا شكلها سكيل، يعني ايه صح كده جبت التي افريج. انا اصلا عايز احسب يا الانبوت يا الاوتبوت، فالدلتا اي بتساوي الانبوت او بتساوي الاوتبوت، الاريا بتاعت ده او الاريا بتاعت ده. طب احسب الكلام ده ازاي؟ فين الاريا بتاعت الانبوت؟ ايا كان بقى مين فين؟ ما خلاص عندي واحد لونه ازرق واحد لونه احمر، يا اما هحسب الحته دي الاريا بتاعت المستطيل دي، يا اما احسب الحته دي. مين اسهل لك؟ انا طبعا بالنسبه لي اسهل لي ان احسب الحته الزرقاء. نعرف نحسبها ازاي؟ باي سيميلاريتي. عرفنا نعرف ازاي نحسب بالسيميلاريتي زي المساله الثانيه بالظبط، بالعكس دي دي اسهل من اللي احنا حليناها. حد عنده سؤال؟ طبعا بعد ما جبت الدلتا ايه، قبل ما اكمل، بعد ما جبت الدلتا ايه حطيتها هنا فجبت الاي اللي هو كان عايزها. هقف هنا كمان لحظه لحظه، في حاجه برده عشان ما تتخدعوش. بعد ما جبت الدلتا ايه تمام كانت بالديجري، فانا هضربها في ايه؟ في باي على 180 عشان تبقى اللين بتاعتها مظبوطه، وبعدين اوديها هنا. ليه ضربتها في باي على 180؟ عشان هي كانت بالايه؟ بالديجري. فاضل بقى اخر مساله، هروح على مين؟ على المساله الثانيه. المساله الثانيه طيب قال لك عندك
هي نفس الفكره، بس المره دي ان الرسمه مش انا دايما كان مسائل معظمها كان بيديها لك سهله او مرسومه، فرق بس في المساله دي انها مش مرسومه فانا اللي هرسمها. يقول لك التورك اوتبوت اوف ذا دياجرام اوف سنجل سيلندر فور ستروك از جيفن ان ذا فولوينج تيبل ديترماين الافريج اوتبوت باور، يعني هو عايز التي افريج. طب بص انا مش هبص على كل المطاريب دي، انا هرسم الرسمه الاول وبعدين نشوف المطاريب. طيب هتبقى عامله ازاي؟ تمام. قال لك من زيرو، بص هنعمل كده، ده 90 180 270 360 500 450 540 630 720. حلو قوي. طيب قال لك من زيرو ل 90 كم تبقى 75؟ بعدين قال لك من 90 ل 180 كانت ناقص 50. بعدين قال لك من 180 ل 360 كانت ب 100. خدتوا بالكم ان رحت مرتين 180 360 كانوا 90 في 90، انتوا واخدين بالكم دي كانت 90 دي 180 270 360 450 540 630 720. انتوا فاهمين بتعملوا ايه؟ انتوا بترسموا الرسمه بس. دي كانت عند 75، دي كانت عند ناقص 50، دي عند 100، وبعدين نزل بعد ال 100 عند ناقص 75 لمده واحده بس. عند كام؟ 75. بعدين طلع فوق 50. بعدين نزل تحت 100. بعدين طلع فوق 75. طبعا السايكل بتبتدي هنا وتنتهي هنا. واخدين بالكم الرسمه عامله ازاي؟ زي المسائل اللي كنا بنعملها مستطيلات، طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله. طيب هو بقى طلب ايه في المساله مثلا؟ عايز التي افريج. طب التي افريج اجيبه ازاي؟ ولا حاجه، نقعد نحسب الارياز اللي تحت الخط. ما هو هيبقى التي افريج ما بين اعلى حاجه وما بين اقل حاجه، فين التي افريج؟ هقعد احسب الاريا بتاعت ده والاريا بتاعت ده، الاريا بتاعت ده والاريا بتاعت ده، الاريا بتاعت ده والاريا بتاعت ده. طبعا اللي فوق الخط ده بالبوزيتيف، طبعا اللي تحت الخط ده بالايه؟ بالنيجاتيف. واضح يا باشمهندسين؟ عشان المسائل اللي فاتت كلها انا كنت بحلها كانت كلها فوق الزيرو، المساله دي في مسائل فوق الزيرو وتحت الزيرو. هو اللعبه كلها انك هترسميها، رسمتيها صح مفيش مشكله. اللعبه الثانيه انها بالديجري، فلما يجي يطلب مني اي حاجه خليكم فاكرين ان لازم تتضرب في مين؟ في الباي على 180. تمام؟ فاول حاجه كان طلب التي افريج اللي هي دي. ثاني حاجه عايز الباور ان كيلو وات. هو الباور فكروني باور كان بايه؟ باور كان بيساوي تورك في اوميجا، ما انا جبت التي افريج والاوميجا افريج اهي، بس لازم احولها، يبقى جبت مين؟ الباور. الانرجي اللي هتكوز الماكسيمم سبيد فاريشن، فاكرين الاوميجا ماكسيمم؟ بجيبها ازاي؟ بعد ما جبت الاوميجا ماكسيمم عن طريق الاي بتساوي هاف اي اوميجا سكوير. تمام، الماس مومنت اوف انرشيا، عايزين نجيب الماس مومنت اوف انرشيا الاي عشان السي اس تبقى كذا، يبقى انا هروح على القانون بتاع الدلتا اي بتساوي اي اوميجا سكوير سي اس. انا معايا السي اس ب 3% هنا، ويزن 3%، خدوا بالكم هنا ما قالش بلس اور ماينس 3%. لو قال بلس اور ماينس 3% فالسي اس كانت بكام؟ ب 6، لكن قال لك السبيد فاريشن كلها على بعضها 3%، والاوميجا كانت ب 3000 ار بي ام، ودلتا اي جبتها من على الرسمه وضربت في اي على في اي على 180 يبقى جبت الاي. عايز الماكسيمم فاليو اوف انجلر اكسلريشن والانجلر ديسيلريشن. فاكرين لما قلت لكم التي ماكسيمم ناقص التي مين بتساوي اي الفا ماكسيمم، ولما قلت لكم التي مينيمم ناقص التي مين بتساوي اي الفا مينيمم، فانا معايا تي ماكسيمم هطلعها مع الرسمه اعلى تورك اللي هو كان هنا اهو، وهشوف التي مين اللي انا كان هنا اهو طبعا اللي انا جبته اللي هو التي افريج ده، والاي جبتها من هنا اهو، فجبت الالفا ماكسيمم وجبت مين؟ الالفا مينيمم. اتمنى تكون الدنيا واضحه كده. الكلام ده كنت بشرحه لكم في الاول عشان لما اجي المساله دي تبقوا القصه خلصانه.